حياكم الله مشاهدينا الاعزاء، نرحب فيكم باطلاله جديده اسبوعيه من برنامجكم الاسبوعي من الامارات. عودناكم كالعاده ابتداء جولاتنا من اماره ابوظبي وانتهاء في اماره الفجيره، وخلونا نروح لموضوعنا الاول. تستعد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لإطلاق مبادرة احمي نفسك بتعديل وضعك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنح مهلة للمخالفين الذين يقيمون في الدولة بشكل غير شرعي لتسوية أوضاعهم. والمزيد في كلمة سعادة العميد الدكتور أحمد علي أحمد الصغيري القائم بأعمال المدير التنفيذي وشؤون الأجانب بالفجيرة، المزيد في هذا التقرير. مناسبة عام زايد وسعياً لتحقيق رؤية الحكومة الرشيدة 2021 في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة وشعبها من أسعد شعوب العالم. ومن منطلق هذا الإطار أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية مبادرة احمي نفسك بتعديل وضعك، والتي تهدف إلى تعديل أوضاع جميع المخالفين للإقامة في الدولة خلال الفترة من 1/8/2018 إلى 31/10/2018. نعلن استعداد وجاهزية الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة في استقبال المخالفين وإنهاء إجراءاتهم وتمكينهم من مغادرة الدولة أو تعديل أوضاعهم حسب الإجراءات والأنظمة المتبعة بهذا الشأن. ومن منبر قناتكم وإذاعتكم الموقرة نهيب بجميع الأشخاص المستفيدين من المبادرة إلى الإسراع في الاستفادة من المهلة خلال الفترة المعلن عنها، علما بأن مركز سعادة المتعاملين بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة سيكون مفتوح أمام المخالفين من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء من الأحد إلى الخميس، كما أنه تم توفير خط هاتف مجاني ساخن على الرقم 800-80 لاستقبال جميع استفسارات أفراد الجمهور على مدار 24 ساعة. والحين مشاهدينا بنروح لإمارة عجمان، نتكلم في هذا التقرير عن شجر النخيل وأوجه الاهتمام بها في الإمارات، والحين بناخذكم لإمارة عجمان لنشاهد معكم انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان لواء عجمان للرطب لعام 2018 في مركز الإمارات للضيافة تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والذي يحتوي هذا المهرجان على أكثر من 40 جناح يستعرضون فيه أجود أنواع الرطب المحلية بالإضافة إلى أنواع متعددة من الحمضيات والفواكه، المزيد في هذا التقرير. طبعا مهرجان ليوى للرطب يقام سنويا تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان. وطبعا هذا المهرجان مثل ما تعرفون انه هو مهرجان مهم جدا لتلاقي بعض الشركات وعمل مسابقات في هذا في ما يخص الرطب والنخلة وما والتمور وامور هذه مثل هذا الهيد. لا شك ان النخلة عموما هي شعار من أهم شعارات الدولة، والسواح مثل ما تعرفين حتى الأوروبيين بدأوا يعرفوا عن التمور وعن نوعية التمور وعن كيفية تصنيع التمور والرطب، وهذا فهي أصبحت وجهة لجذب السواح. هذه هي السنة الثانية اللي بيقوم فيها الحدث اللي برعاية شيوخنا عشان يعرفوا بالمنتوجات المحلية والتمور اللي هي علامة من علامات الإمارات. طبعا الأوتيلات كلها هنا مشاركة بمسابقة،
والمسابقة دي عبارة عن مسابقة لازم يعملوا أطباق اللي هي كلها لازم تكون معتمدة على التمر. وطبعا هي ده كان شرط من الشروط لانه هم المفروض من المسابقه دي انه يشجعوا المنتوج المحلي بالعجمان. احنا مشاركين بست شيفات كانوا عاملين ثلاث اطباق، واحد عباره عن ستارتر وفي طبق الرئيسي والديزرت او الحلو. المكونات الرئيسيه اللي هي موجوده فيهم كلهم عباره عن السيتروس اللي هو الحوامض والتمر والجوافه والمانجو. ضمن مبادرات مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة الشارقة، نظم المجلس دورة تدريبية بعنوان الموهبة عنوان عصر المعرفة، قدمها دكتور محمد بن جرش، حيث استهدفت الدورة أولياء الأمور بحضور عدد من المسؤولين ومديري الإدارات في إمارة الشارقة. المزيد في هذا التقرير. اليوم مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة ينظم دورة تدريبية بعنوان الموهبة عنوان عصر المعرفة، واللي يقدمها الدكتور محمد بن جرش. طبعا نحن عندنا دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بقيادتها الرشيدة تولي كل الاهتمام لرعاية المواهب والموهوبين، وعندنا على وجه الخصوص في إمارة الشارقة لابد أن نشكر ونثني على صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على ما يليه من اهتمام بالنشأ منذ نعومة أظافره إلى أن يصل الطالب ويتخرج ويحصل على شهادات عليا. وطبعا لا يخفى على أحد أن الإمارة أيضا تولي الاهتمام بالموهوبين، والدليل كثير من الدوائر وكثير من الهيئات وبما فيهم المجلس ينظم دورات ويعمل ورش عمل. فهذه الدورة على سبيل المثال نحن نستهدف فيها أولياء أمور الطلبة والطالبات ونعمل على تأهيلهم بحيث أنه يتعاملون مع أبنائهم الموهوبين، يرسمون لهم خريطة الطريق بحيث أن هؤلاء الأبناء يكونوا قادرين على يعني الإبداع والابتكار، وكذلك تم تنمية مواهبهم بما يعود بالنفع على الدولة من خلال إنجازاتهم وابتكاراتهم. حقيقة مثل هذه الورش مطلوبة، خصوصا الآن توجه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو مجتمع المعرفة والابتكار، فبالتالي كان لابد تسليط الضوء عن علاقة التربية بالابتكار وتعريف الموهوب خصائصه وسماته وأساليب الكشف عنه، وأيضا مفهوم التفكير الإبداعي من ناحية الخروج عن الأفكار التقليدية من خلال التربية الابتكارية. وطبعا هناك تمارين تحفيزية حتى يعلم المجتمع بشكل عام وأولياء الأمور بشكل خاص كيفية المساهمة حتى في دعم الوطن من خلال الكشف عن هؤلاء الموهوبين والاهتمام بهم وما يتعرضون أيضا لمشاكل حتى نفسية يعني وإرشادات. فهذه منظومة متكاملة وطنية يعني الكل يساهم بها. لما أقول منظومة وطنية من سواء من مواطن ومقيم على هذه الأرض، فالإمارات حاضنة للجميع وحاضنة للثقافات. مشاهدينا، الشباب هم أمل الأمة، وكما تلاحظون مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لدعم وتشجيع هذه الفئة على الانخراط في المجتمع بشكل فاعل من خلال إطلاق عدة مبادرات، منها مبادرة جلسات المعرفة التي نظمتها دائرة شؤون الضواحي والقرى في إطار تعاونها مع مجلس الشارقة للشباب. المزيد في هذا التقرير.
تحديات رواد الأعمال، خاصة رواد الأعمال الحديثة يعني اللي جايين في السوق واللي طالعين. نحن في مركز شراع نساعد في تطوير المشاريع، في ناس يجونا من فكرة إلى مشروع تجاري قائم، ونحن نساعدهم لأن المراحل الشركات والرواد الأعمال يحتاجون مراحل مساعدة في مراحل مختلفة، ونحن هني نجي ونساعدهم، وهذا النوليدج سيشن يساعد في مساعدتهم في النصائح، في الخبرات اللي نحن اكتسبناها مع رواد الأعمال ومع البزنسز اللي موجودة برا. نعم، السوشيال ميديا سهل الكثير لرواد الأعمال علشان هم يوصلون للزبائن اللي هم يبونها. يعني زمان أيام آبائنا كنا نجلس وعندك مطعم وتبى تسوقه كان بس تنتظر الزبون يجيك. الحين الناس وصلت استخدمت التكنولوجيا بشكل أفضل كيف يسوقون ويروجون منتجاتهم. بداية أحب أتكلم عن مبادرة مجالس المعرفة، هي مبادرة نقوم بها بالتعاون مع ضواحي والقرى في إمارة الشارقة، والهدف منها اليوم أن احنا نحيي روح التطوع عند الشباب، تطوع بطريقة مختلفة، تطوع لنشر المعرفة. اليوم نحن في دولة الإمارات دولة تمكن المرأة، والحمد لله عندنا أيضا يمكن تقريبا ما يقارب 8 وزيرات في دولة الإمارات، ولاحظ دائما المرأة هي دائما سباقة في المشاركات للاستفادة وغيرها. فاليوم نحن حتى بنلاحظ في هالجلسة عندنا عنصر نسائي من في ريادة الأعمال وأيضا عنصر الرجالي، فهذا يدل أن اليوم ريادة الأعمال ما تختصر أيضا فقط على الرجل، ولكن أيضا وجود أو نجاح المرأة في هالمجال جدا مهم. مستمرين معاكم مشاهدينا، ولكن بنروح لفاصل قصير ثم راجع لكم. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، وبنكمل باقي جولاتنا في برنامجكم الأسبوعي من الإمارات، وبنروح لموضوعنا التالي في كلباء، حيث ينظم مسرح كلباء التابع لدائرة الثقافة في كلبة في المهرجانات والمسرحيات القصيرة ورشات عمل، واللي بتكون مستمرة بمشاركة أكثر من 40 متدرب وتحت إشراف دكاترة وأساتذة كبار من خارج الدولة وداخلها أيضا. المزيد في هذا التقرير. كانت دورة الإخراج تحت إشراف الدكتور عبد الله العابر من دولة الكويت، خذينا فيها عناصر جدا مهمة، منها قيادة الفريق للعمل على خشبة المسرح وكيف نكون عناصر المسرحية، كيف نقرأ النص، نقسم النص ونعيد تدويره أو نعيد قراءته وصياغته. أول سنة أشارك مشاركة في مهرجان كلباء المسرحيات القصيرة، حضرت السنوات الماضية لكن السنة أول سنة جراني أفكر أني أدخل فيه بعمل، ودخول قوي إن شاء الله بنكون في عمل لروميو وجولييت، وراح أكون إن شاء الله المخرجة. حاليا نشتغل على إعداد النص والبحث عن الممثلين، طبعا الورشات وايد تساعد على هذا الشيء، فمن خلال الورشات نشوف المواهب والكوادر الموجودة ونتواصل معاهم بحيث نشتغل أعمال شبابية بحتة إن شاء الله تكون نتاجات رسائل توصل للجمهور والحضور. نشكر طبعا الجهة المنظمة، ونتوجه بجزيل الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الله يحفظه ويطول بعمره على اهتمامه بالمسرح وهو أبو الفنون. وطبعا وجودنا نحن اليوم كشباب عبارة عن تلبية للنداء اللي قدمه أبونا الشيخ سلطان، وإن شاء الله حنقدها. ورشة الإخراج ورشة مفيدة لكل مخرج مبتدأ، بيستفيدون منها وايد، خصوصا تقطيع النصوص وتوزيع الممثلين، ويشوفون الخشبة يرسمون كل شيء قبل لا يخرجون، من منفذين إضاءة وصوت وممثلين والأزياء وغيرها. فأنا استفدت منها وايد، خصوصا أن هاي لأن أنا حاب أخرج، فاستفدت من الدكتور عبدالله العابر، فإن شاء الله السنة الجاية أخرج في المهرجان. صناعة السفن حرفة قديمة برع فيها الأجداد
عن تاريخ هذه الصناعة وارتباطها بتراثنا العريق. قدم الكاتب والباحث التراثي جمعة بن ثالث الحميري ورشة بعنوان صناعة السفن ضمن البرنامج الصيفي زاد المعرفة في مركز الكتب والتوثيق التابع لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام لإبراز المواد التي كانت ولا زالت تستخدم في صناعة السفن وطريقة بنائها من البداية إلى النهاية. المزيد في هذا التقرير. طبعا اليوم عندنا ورشة عن صناعة السفن، وطبعا الشكر موصول للأخوة هنا في مركز الكتب والوثائق، ونقول لهم جزاهم الله خير على هذه اللمة الطيبة وعلى الجمع، هذا الجمع الطلاب، وهي ورشة إن شاء الله بتكون جيدة وبيستفيدون منها كثير من الحضور، وهذا اللي نتمناه إن شاء الله من العيلة. نبغي نوصل كيف كانت الصناعة هذه، كيف كان الاتفاق، شو أنواع السفن اللي كانت تصنع. طبعا كانت في سفن اللي داخل في الخليج، في سفن كانت تبحر لخارج الخليج مثلا المحيطات وعالي البحار، أنواعها، أدواتها، طرق صنعها، المواد اللي تستخدم لها، والمصطلحات اللي موجودة في السفن. بداية هذه الدورة العملية لصناعة السفن وخاصة زورق الشاشة أو مركب الشاشة، هذا المركب المعجزة الصغير البسيط الذي كان بمقدور كل مواطن في الزمن القديم قبل الاتحاد أن يقتني هذا المركب، أن يصنع هذا المركب، لأنه من المواد الأولية من خوص النخيل، من الحبال التي تصنع أيضا من خوص النخيل، لا مسامير فيه على الإطلاق، يتسع لبحار واحد أو لبحارين، الآن يصنع لأربعة بحارة ويصنع أيضا مع دقل وشراع. كان في الزمن الماضي المعين لجميع سكان رأس الخيمة الذين كانوا يعتاشون بشكل رئيسي وأساسي من البحر والزراعة، من البحر، هذا البحر الذي كان يعطيهم، يطعمهم السمك وكامل الأغذية البحرية الأخرى، كانوا يحتاجون إلى هذا المركب الشاشة لكي يتعيشون من ورائه. وهذا الزورق لا يغرق على الإطلاق، حتى لو تعمدنا أن نغرق هذا الزورق، كان يعوم أو كان يعمل على المناطق القريبة من الشاطئ لكي يسمح أو لكي يكون المعين لأبناء الفجيرة لكي يصطادوا الأسماك ولكي يعودوا إلى بيوتهم بالرزق الذي وهبهم الله سبحانه وتعالى إياه. متواصلين معكم مشاهدينا عن الطلاب، حيث الاهتمام بالطلاب كرم من جمعية الإمارات للتوحد الطلاب الأوائل على مستوى الدولة من أصحاب الهمم، طبعا المدرجين في مدارس الدولة، تثمينا من الجمعية على اجتهادهم ومثابرتهم في التعلم. المزيد في هذا التقرير. احتفلنا اليوم بتكريم 68 طالب من المدمجين من ذوي التوحد على مستوى الدولة في 62 مدرسة. احتفلنا اليوم هو تكريم لجهود الطلاب وجهود مدارسهم وجهود مراكزهم وجهود ذويهم. فلو لاحظتوا نحن خلال التكريم ما كانت الشهادة فقط للطالب، لكن بعد حبينا أن نحن نبرز جهود أولياء الأمور في هذا النجاح، فكان في شهادة من الطالب باسم الطالب لأمه وأبوه.
لولا جهودهم ودعمهم لهذا الطالب ما كان وصل لهالمراحل. المراحل عندنا تنوعت، يعني بتلاحظ في طلاب من الأول ابتدائي إلى الصف الثاني عشر، ما قصرناها على مرحلة معينة، لأنه كل فصل ينتقل للطالب هو فرصة نجاح وفرصة فرحة نحتفل فيها في الجمعية حق العائلة هذه. جهودنا معاهم مش بس من خلال التكريم، لكن نحن نتمنى أن ندعم المدارس اللي نحن تواصلنا معاهم 62 مدرسة هذه من خلال تقديم الورش التدريبية والتوعوية للطلاب وللكادر الإداري وللكادر التعليمي، من خلالنا نحن ممكن يوجهوا لنا أي تساؤلات عن كيفية التعامل مع الطلاب من ذوي التوحد، فنحن ممكن أن نجاوب عليها، بالإضافة لنحن ممكن أن نشوف شو المشاكل اللي تواجه الطلاب هذيلي في الفصل، ونحن ممكن أن نوصل لحلول معها. ما راح توقف احتفالاتنا في الجمعية عند هالمرحلة، راح نحتفل بكل خطوة للأمام يخطيها طلاب التوحد، سواء كان في المدارس أو اللي مؤهلين للدمج أو اللي موجودين في بيوتهم، على أساس نحن نوفر لهم فرص وظيفية أو تدريبية مناسبة. طبعا اليوم نحن نحتفل بمجموعة من أطفال التوحد اللي تم دمجهم في المدارس الحكومية في الدولة على مستوى الدولة، وتسعى جمعية الإمارة للتوحد بتوفير كل الخدمات لأطفال التوحد وأسرهم فيما يعنى بعملية دمجهم في المجتمع. ونحن في الأرشيف الوطني في دولة الإمارات نقدم كل الدعم لجمعية التوحد ولجمعيات مختلفة على مستوى الدولة للمساهمة في دمج هذه الفئة الغالية على قلوبنا في المجتمع. فرصة الابتعاث للخارج ذات قيمة وطنية وثقافية وعلمية مضافة يجب استثمارها بشكل إيجابي، ولذا تحرص وزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة الوزارة لشؤون الابتعاث على إقامة الملتقيات السنوية للطلاب بهدف تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة عن طريق التدريبات والورش التعليمية. المزيد في هذا التقرير. على اللقاء بأبنائنا الطلبة المبتعثين خارج الدولة حتى يتم الاطلاع على الشروط والمعايير والمميزات وكذلك جميع الواجبات اللي يلتزم فيها الطالب المبتعث خلال رحلة الابتعاث. يتم اللقاء بالطلبة المستمرين وكذلك الطلبة الخريجين وكذلك الطلبة الجدد، يتم التعاون بين جميع هذه الفئات للتعرف على الدول والتعرف على أهم التخصصات وأهم الجامعات على مستوى العالم لاستفادة للجميع. كذلك يوجد ورش عمل موجودة في المعرض يستفيد منها الطلبة وكذلك ورش عمل بالنسبة للإرشاد الوظيفي والمهني. أهم دول الابتعاث طبعا دولة مثل أمريكا وبريطانيا كذلك أستراليا، وجود عندنا توجه ناحية دول شرق آسيا بالذات اليابان وكوريا والصين وسنغافورة، كذلك الدول الأوروبية في مجال الابتعاث في هولندا والدنمارك وفنلند والسويد كذلك فرنسا بالإضافة لبريطانيا. احنا دولة الامارات وصلنا لمراتب عالية، وصلنا ان احنا بس ما تمينا نستبق الدول الثانية مو فقط في تنفيذ افضل الممارسات، لكن احنا بدينا ننتج افضل الممارسات. فانا بحثي هنا يركز على وضع اطار وعمل جديد، كيف احنا نطور علاقتنا مع المتعاملين، كيف كحكومة نصنف الخدمات ونتعامل معها، فهذا ايضا لنا السبق. فما احنا عندنا الحمد لله دعم من القيادة على المواهب الاماراتية والقدرات، واستوينا التنافس المعرفي احدى الاهداف الاستراتيجية
الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وإحنا كأفراد وكمواطنين أولى أن إحنا نرد هذا الخير والدعم والثقة اللي أعطتنا دولة الإمارات أن نطور هذه الأنظمة الجديدة وهذه الممارسات واللي ممكن ما فقط تخدم دولة الإمارات أيضا حكومات حول العالم. عندي هني بوستر ملخص عبارة عن رسالة الماجستير يتكلم عن ضغوطات العمل والتوتر اللي هو الأوكيوبيشنال ستريس والبرناوت، بس متعلق هالشيء بالعاملين في مجال الطب الطارئ، يعني emergency doctor, emergency technicians وبعد emergency nurses. قدمت على البعثة بعد أول ما خلصت الباتشلر والحمد لله يعني كانت نسبتي LGPA مالي يعني امتياز، فحبيت أنا يعني مثل ما يقولون أني أطور من عمري وأكتشف مجال جديد، فكان الهيلث بوليسي من المجالات الجديدة المتاحة للدراسة يعني خارج البلاد. طلعت على شو هو السبجكت يعني اللي ممكن تحت الهيلث بوليسي، كان عبارة عن ليدرشيب مانجمنت، أشياء يعني مثل ما يقولون ماي باشن أحبها، فقدمت والحمد لله تم القبول. مستمرين معاكم مشاهدينا، ولكن بنروح لفاصل قصير وبنرجع لكم. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، وبنروح لقيض الخير في بلاد الخير. نشاط تفاعلي مفعم بالتعلم والتسلية انطلقت فعالياته في مجلس السيجي المجتمعي بمشاركة نحو 170 طفلا وطفلة، وتحت إشراف وتنظيم مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق. وهذه الفعاليات مستمرة حتى 8 أغسطس الجاري. بنتابع للمزيد في هذا التقرير. فعالياتنا اليوم التراث الوطني الذي يعزز التراث الوطني وتعزيز الولاء الوطني في كلمات في حب زايد، وعندنا من ضمن الفعاليات على المسرح متنوعة من هدايا ومسابقات، وعندنا حاضر في محارته، وعندنا اللي هو المندوس مسابقات خاصة بالأمهات في أسئلة تراثية متنوعة، وعندنا طبعا دكان الطيبين ومعرض للحرف اليدوية والبيئة البحرية. ومن ضمن هذه الفعاليات لهذا العام ليس مجرد أنشطة لقضاء وقت الفراغ، بل أنشطة هادفة تسهم في بناء الشخصية الإيجابية القادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الاجتماعية الفعالة. انطلق البرنامج الصيفي قيض الخير في موسمه الثاني في مجالس المجتمعية، كان أول مجلس مجلس حب المجتمعي الذي نظمته مؤسسة الفجير الموارد الطبيعية بالتعاون مع المجالس، واليوم نبدأ في الفعالية الأولى اللي فعالية ترفيهية في مجلس السيجي الترفيهي، وإن شاء الله باكر راح يكون الفعالية اللي هي الفعالية التراثية الوطنية، وثالث يوم إن شاء الله يوم الأربعاء راح يكون الأخير راح نختتمه بفعالية ثقافية للأطفال والأمهات. وطبعا الفعاليات كانت متنوعة بمدى 3 أيام، والفعاليات نظمتها على أساس تنويع وتثقيف الأطفال في البرامج الصيفية هذه. انطلقت فعاليات قيض الخير في بلاد الخير لبلاد الخير للعام الثاني على التوالي، ونسعى من خلاله استثمار العطلة الصيفية للصغار بما يعود عليه وعلى مجتمعهم بالفائدة. ركزنا على هالموسم على أن تكون هذه الفعالية مختلفة، منها الرسم وعادة تدوير والمسرح التفاعلي والورش التعليمية وورش التوعية البيئية والتدريب على الإسعافات الأولية. للعام الثاني على التوالي انطلقت فعاليات قيض الخير في بلاد الخير في المجالس المجتمعية، نسعى من خلال هذه الفعاليات والأنشطة إلى تقديم محتوى تنموي معرفي يتماشى مع استراتيجية المؤسسة ويعكس مسؤوليتها المجتمعية في احتضان هذه الفئة من الأطفال من خلال استثمار عطلتهم الصيفية. تشمل هذه الفعاليات على الجوانب العلمية والثقافية والوطنية والتراثية وكذلك الترفيهية والمسرح التفاعلي، بالإضافة إلى ورش العمل في التوعية البيئية.
وقعت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام مذكرة تفاهم مع مركز الفجيرة للمغامرات للتوثيق التاريخي والمكاني لتعزيز علاقات التعاون في مختلف النشاطات الثقافية. المزيد في هذا التقرير. سعدنا اليوم بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع مركز الفجيرة للمغامرات. هذا المركز اللي قدم الكثير خلال فترة قصيرة في الفجيرة. لاحظنا خلال الفترة الماضية كثير من الأنشطة، كثير من الفعاليات والبرامج المهمة اللي قامها المركز في إمارة الفجيرة، واللي كان لها صدى كبير، صدى على مستوى الإمارات وعلى مستوى العالم أيضا. هذا المركز الذي يرعاه سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة استطاع خلال فترة قصيرة أن يكون من أنشط مراكز المغامرات، بل من أميزها أيضا. وإحنا واجبنا في هيئة الفجيرة الثقافة والإعلام دعم كل ما هو يساعد على تنشيط الحركة السياحية والحركة البيئية والنشاط الاقتصادي في إمارة الفجيرة من خلال شبكة قنوات الفجيرة ومن خلال باقي الأجهزة الإعلامية اللي متوفرة لدينا. مركز الفجيرة للمغامرات مركز مهم وبرامجه تزيد يوم عن يوم، يكون له أهمية إعلامية على مستوى العالم. مركز الفجيرة للمغامرات أيضا احنا اليوم نتعاون معه من خلال تنظيم بعض البرامج المشتركة، من خلال أيضا استضافة إعلاميين مهمين لزيارة كثير من المواقع الأثرية والمواقع التي تقام فيها هذه المغامرات لإطلاع العالم على كثير من المميزات اللي تميز فيها إمارة الفجيرة. ويمكن شاهدنا أو سمعنا في الفترة الأخيرة أن محمية وادي الوريعة ضمت إلى المحميات الطبيعية على مستوى العالم من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو، وهذا أيضا خبر مهم يساعد على إبراز إمارة الفجيرة على مستوى العالم. واجبنا نحن أن نكتشف الأماكن الطبيعية والجميلة في إمارة الفجيرة، وكذلك المسارات أو بشكل عام المخيمات أو الأماكن التي تستهدف المغامرين. فهذه الاتفاقية تسمح لنا أول شيء أن نوثق جميع ما تم اكتشافه، وكذلك الإعلان عن كل الأماكن الجميلة أو الحديثة اللي تصلح للمغامرات بالإضافة للأماكن الطبيعية. وهذا اللي نطمح له، أن كل ما يتم اكتشافه يتم توثيقه بحيث أنه يسهل على الجمهور، على مرتادين الإمارة، أنهم يزوروا هذه الأماكن الطبيعية الجميلة ويستمتعوا كذلك بالمغامرات اللي نقدمها في مركز الفجيرة للمغامرات. الإمارات هي من أوائل الدول التي تدعم فئة أصحاب الهمم وتشجعهم على أن يكونوا فاعلين في المجتمع، وتوفر لهم كل السبل لممارسة كافة الأنشطة على اختلاف أنواعها. على سبيل المثال، الدعوة التي وجهتها اللجنة المنظمة المحلية للأولمبياد الخاص في الألعاب العالمية في أبوظبي لعام 2019 لأصحاب الهمم للمشاركة في المعسكر الرياضي الصيفي، والذي يقام ضمن فعالية عالم دبي للرياضة، لتشجيعهم على ممارسة الرياضة والتعرف على البرامج والفعاليات المختلفة التي تنظمها اللجنة. خلونا بنتابع في هذا التقرير. بشكل عام كل أسبوع كل يوم اثنين راح يجوا كمية تقريبا 20-25 واحد من أصحاب الهمم، بالإضافة إلى فريق كامل من المتطوعين. المتطوعين كل اللي عليهم يسووا يشجعوا أصحاب الهمم ويلعبوا معاهم. عندنا ديفرنت ألعاب كثيرة، يعني في سايكلينج، في باسكتبول، في فوتبول، في إكسبو، في كثير أشياء نسويها في كل يوم اثنين. بلس حاول كل المتطوعين يعطوا الحب والحنان لهذا الشخص اللي هو أصحاب الهمم، وهذا كله تمرين أو تريننج أو سمثينج يعني جود عشان أولمبيكس 2019.
بنجهز على ان شاء الله الاولمبيات الخاصه اللي هتكون في ابو ظبي السنه الجايه ان شاء الله. فنعرف الناس على الموضوع ونخلي جو كويس للاطفال ان عاوزين يفهموا ايه الرياضه ويجربوا الرياضه ويجربوا الله يعلم يمكن حتى يعرفوا يوصلوا لها. وبعد كده محتاجين طبعا فولنتيرز، ناس كتير يعملوا فولنتيرز عشان ييجوا ويساعدوا. فلما بيكون في حاجه زي الاولمبيات الاولمبيات الخاصه بتكون حاجه كبيره جدا، موضوع كبير جدا ومحتاج ناس كتير جدا ومحتاجين مساعده كتير. فبس ان نعرف على الناس اللي بيحصل هنا ان شاء الله ناس ييجوا ويشاركونا في الموضوع. يعني ها شيء جديد حقي، اول مره اتعامل وياهم الصراحه حسيت يعني اول شيء حسيت انه يكون وايد صعب، بس طلع وايد سهل ووايد فن وهم وايد سهل تتعاملين وياهم. هم يعني اذا يشوفونك مثلا كل اسبوع انا اي كل اسبوع يوم يشوفونك يعرفونك، وهالشيء صدق يعني يفرح القلب كثير صراحه. وايد زين وايد سهل وايد يعني حلو الشيء. يوم تعبون ياهم يعني تتحركون وايد ويعني تساعدهم مثلا ويا الباسكت بول ويا الارشري وكرة قدم، تساعدهم مثلا نقول لهم سويهم مثلا سيروا هناك وساعدوهني ندرفوا يعني. حملة مميزة أطلقتها منذ أيام شرطة دبي تحت عنوان يوم بلا حوادث، والمستهدف به اليوم الأول من العام الدراسي الجديد الموافق الثاني من سبتمبر المقبل، على أن يبدأ التسويق لهذه الحملة اعتبارا من هذه الأيام ولمدة شهر في كل الجهات والدوائر المحلية وفي المراكز التجارية ومستخدمي الطرق بشكل عام. المزيد في هذا التقرير. أعلننا عن مبادرة فريدة من نوعها اللي هي يوم بلا حوادث. طبعا يوم بلا حوادث هذا يعني العنوان يعني يحطنا في تحدي كبير أن يكون في يوم ما يكون في أي حادث في إمارة دبي. نحن استهدفنا تاريخ 2/9 بناء على اتجاه سيدي سعادة القائد العام أن يكون تاريخ 2/9 من كل عام تكون هاي المبادرة تسجل باسم شرطة دبي أن يكون في يوم بلا حوادث. طبعا هذا اليوم اخترناه على اساس ان يكون هو اليوم اللي في بدايه العام الدراسي للطلبه. في هذا اليوم تكون في ازدحامات، في تجاوزات، في اكثر العوائل تقوم نقل طلابها الى المدارس. فنحن هدفنا ان ما يكون في اي حادث ايا كان نوعه، سواء كان بليغ او متوسط او بسيط. طبعا احنا نستهدف الدرجه الاولى الحوادث البليغه اللي فيها وفاه، ولكن نحن نتمنى أن ما تكون في أي حوادث أو أي تجاوزات أو حتى مخالفات مرورية في هذا اليوم. فحنا نهيب المجتمع ومستخدمي الطريق أن يشاركونا في هذه الحملة لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق. المؤتمر الصحفي اليوم كان عن مبادرة حقيقة كانت بناء على تعليمات سعادة القائد، وفكرة سعادة القائد العام بأن يكون يوم بلا حوادث. وكان هذا اليوم تم اختيار هذا اليوم يكون أول يوم من دوام المدارس، لأن بنلاحظ أن يوم دوام المدارس تكون فيه مثل ما يقولون عجة شوية، أن الكل واحد يبغى يوصل للمدرسة، الأهالي يفكرون كيف يوصلون للمدارس، في هناك زحمة موجودة على الطرقات، في حركة مستمرة. فبالتالي نحن نسعى من خلال هذه الحملة أن يكون يوم بلا حوادث، وتكون هذه الحملة على مستوى العالم، يعني تكون حملة عالمية. هذه اللي نسعى لها. وطبعا وجدنا أن من خلال الفترات أن نحن نقلل من نسبة الحوادث، أو بالأصح أن يكون عندنا نسبة حوادث الوفيات صفر في دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة في إمارة دبي. طبعا مشاهدينا نتمنى السلامة لكل مرتادي الطرقات. والحين حاليا وصلنا لختام حلقتنا من برنامجكم الأسبوعي من الإمارات. انتظرونا في نفس الموعد وفي رعاية الله.